بسم الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك، تبارك الله اللهم بارك. ما كاين الخنشاع مي تما ها هاكا ولا ما كتخرجش شي حاجه. هذا ما عرفتيش شارجي هذا؟ لا ما يصير ديال البريال. ست 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 جايين، ست 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 ست. حضي حضي سير عمي سير. شحال تقريبا من راس عثمان هنايا؟ شي 100. شحال تقريبا من الكفاوه ديال المجاور؟ 5 كافينه، يعني كل واحد بصوم ديال 20. نعجة ماشي بحال الحولي، الحولي تيزيروه الكرون. تبارك الله، ولكن تبارك الله المجاور كبار هادو. هادي راه تكثر من 20 هادي. 25. الله يسخر. هذا هو الروتين دابا اليومي هنا. ها؟ لا تغلب ما تتخرجش، تسرح. لا ما عندها. كيف فيها شي ولادة فيها؟ اه شوية. ها؟ لاباس. دابا تغلب هذه واش على حساب الكسيبة ولا غير البيع والشراء؟ على حساب الكسيبة. الكسب. وعلاش ما تتسرحش زعما؟ ماشي باش كتهزكم ما كاينش فين تخرج. الله يرحمنا. الله يرحمنا. هذا هو النوع ديال العلم اللي تتعطيوها. تبارك الله. بان لي هنا لونسيلاج. تعاون شويه قول لي بلونسيلاج. تبارك الله اللهم يسر. النوع ديال العلم اللي كاين هنا بواحد ثمان؟ كاين الشعير والضرا والسكاليم. الشعير والضرا والسكاليم. مخالة والشعير. تبارك الله اللهم يسر. كتكون خنشاف جابية ولا كيفاش؟ خنشاف جابية. بين الخمسة؟ هاي كاينة. الله يرحمها خويا. الله يسخر. شحال تقريبا تاكل كيلو؟ كيلو في النار. هادو كيضربوا كيلو. وما كافيهاش. وما كافيهاش وزيد البال. زيد عليها البال. أربعة البالات. أربعة ديال البولات. تبارك الله. عليها هذاك النادر اللي اللي كان في عمره ما بقاش. تنقول شكون اللي تيهز من الساعة قول لي أنت هو صاحبي. لا ما يمكنش. تبارك الله اللهم يسر. دابا العام الفايت داز بحال هكا نيت ولا لا هاد الوقيته قطعتو العلف؟ ها تاع العام الفايت كان قاص واللي جايه متابعه هذا. الله يدير الخير. تبارك الله. صافي طلق المهدي طلق. اللهم بارك. الله يسخر. دابا هادي كاملة سلالة تيم حضيت. لا نوك. كش كش كش. تبارك الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالنسبه للنعجه الوالده معزله بوحديتها وهذه دابا اللي مازال بعيده بوحديتها واللي الله يسخر. الله يسخر. تبارك الله اللهم يسر اللهم بارك. تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المهم الاخوان الفلوك بتاريخ 13/11/2022 اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحيي بلدك الميت. هنا الاخوان الكساب كان في هذه الوقيته هذه يعني تيستغنى على العلف. وهذا العام هذا الاخوان بالنسبه للعام فايت وهذا العام هذا قاصح. الله يكتب مكاتبات الخير. بلوك الاخوان من ضيعة الاخوان العمراني. تبارك الله اللهم يسر. ديال الاخوان باش وصلنا لقيناهم خلطوا العلف
ان شاء الله غادي نشاركوا معكم التخليطه ديال الالف، ولكن راه داكشي اللي كاين هو هذاك، فيها لونسيلاج، فيها علف مركب، السكاليم، الشعير والنخاله. اللهم يسر تبارك الله عليكم. تحياتي لكم الاخوان، نشكر الناس اللي بقاو شادين معنا الفيديو تال اخر دقيقه، تبارك الله عليكم. اللهم يسر. تبارك الله، راه كاينه اللي مرخيه وكاين اللي مازال فينا. الاخوان يعني حنا صرجينا شويه ديال العلف، شويه ديال لونسيلاج، نخاله وشعير. الوجه ان شاء الله الى ادارش، مازال ان شاء الله ندير لكم شي فلوق تمايا، الى لقينا غن في البلاصه ان شاء الله غادي نحط لكم شي فلوق عليهم. اللهم يسر، تبارك الله، اللهم بارك.